السلام عليكم طلاب الصف السابع، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بدرس العلاقات التناسبية. علاقة التناسب هي علاقة بين كميتين لجميع نسبهما معدل الوحدة نفسه، ويمكن تحديد ذلك باستخدام جدول يمثل تلك العلاقة. فمثلا سجلت سلوى الدقائق التي تحتاجها لقراءة عدد من الصفحات في الجدول المجاور، يعني لقراءة 5 صفحات تحتاج دقيقتين، 15 صفحة تحتاج 6 دقائق، 45 صفحة تحتاج 18 دقيقة. هل توجد علاقة تناسب بين هذه الصفحات، بين عدد الصفحات والزمن؟ لتحديد وجود علاقة تناسب بين عدد الصفحات وعدد الدقائق، نقوم بإيجاد معدل الوحدة. معدل الوحدة هو عدد الصفحات على عدد الدقائق، يعني نقوم بعملية القسم. 5 تقسيم 2 بصير انك تخليها لحالها، وبصير انك تقسمها الى عدد 10. طيب 15 تقسيم 6، لاحظ انه هاي بتقسم على 3 وهاي بتقسم على 3. 15 على 6، 15 تقسيم 5 تقسيم 3، 65 تقسيم 3 2، اذا رجعنا لنفس النسبة. 45 على 18 تقسيم 9 تقسيم 9، فالجواب 5 على 2. اذا نلاحظ أن معدل الوحدة لجميع هذه النسب متساوية، إذا توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن. أتحقق من فهمي من وجود صفحة 18. يبين الجدول المجاور العلاقة بين طول الإنسان وعمره بالسنوات. هل هذه علاقة تناسب؟ وأبرر إجابتي. طبعاً أول شيء راح أوجد معدل الوحدة بين الطول والعمر، يعني الطول على العمر. فبحكي 1 تقسيم 4 ربع. طيب الآن 1 صحيح، 1 بالعشرة تقسيم 6، فواحد بالعشرة بحولها إلى عدد كسري 1 صحيح، 1 على 10 تقسيم 6. الآن 1 ضرب 10 10 زائد 1 11 على 10، القسمة تحول إلى ضرب، وستة واحد تقلب تصبح 1 على 6. 11 ضرب 1 11 و10 ضرب 6 60. نلاحظ أن 11 على 6 لا تساوي 1 على 4. إذا نلاحظ في اختلاف معدل الوحدة، ما في داعي نكمل كمان معدل الوحدة لهذول الأعمار والطول، إذا لا توجد علاقة تناسب بينهم. فمثلا أتحقق من فهمي أيضا الموجود صفحة 19. تدخر لميس من مصروفها 3 دنانير كل أسبوعين. أبين إذا كانت العلاقة بين ما تدخره لميس وعدد الأسابيع يمثل علاقة تناسب. يمكننا أيضا تحديد ما إذا كانت العلاقة يا سابع بين كميتين بإنشاء جدول لتنظيم قيم هذه العلاقة وإيجاد معدل الوحدة لكل نسبة في الجدول. فمثلا لميس تدخر من مصروفها 3 دنانير عن كل أسبوعين، يعني أول أسبوعين راح تدخر عنهم 3 دنانير. طيب أسبوعين أضيف لهم كمان أسبوعين أصبحوا 4، يعني بعد 4 أسابيع سوف يصبح لديها 6 دنانير، لأنه 3 زائد 3 6. الآن 4 أسابيع زيد لهم أسبوعين راح يصيروا 6. إحنا عم ناخد قيم عادية، المبلغ 6 زائد 3 9، بتكفي هاي القيم لإيجاد علاقة التناسب. الآن لإيجاد علاقة التناسب نقوم بإيجاد معدل الوحدة لكل مجموعة، وهو المبلغ تقسيم الأسابيع، المبلغ تقسيم الأسابيع. فالمبلغ هنا 3 تقسيم 2، بصير إنك تخليها زي ما هي 3 على 2، بصير تحولها لواحد ونص، ما في مشكلة. طيب 6 تقسيم 4، نلاحظ وجود عامل مشترك بينهم اللي هم 2، فأيضا 3 على 2. طيب 9 تقسيم 6 تقسيم 3 تقسيم 3، فالناتج 3 على 2. نلاحظ تساوي معدل الوحدة لهذه النسب، إذا توجد هنا علاقة تناسب بين ما تدخره لميس وعدد الأسابيع. الآن إذا كانت تذكرة الدخول لأحد المنتجعات
السياحية العائلية 7 دنانير للفرد إضافة إلى 3 دنانير بدل خدمة للعائلة. أبين إذا كانت العلاقة بين عدد أفراد العائلة والمبلغ تمثل علاقة تناسب. بنفس الطريقة أنا عم بنشئ جدول، إذا أنا كان عدد الأفراد 1 فالمبلغ رح يدفع 7 دنانير مضافة إليها 3 هي 10 دنانير. طيب إذا كانوا شخصين، الآن إحنا على الشخص سبعة، طيب ضرب 2 لأنه أنا رح يدخل عندي 2 فالناتج 14. الآن 14 زائد 3 فالجواب 17. أنا لو يدخلوا 3 بحكي 3 في 7 21، أضيف إلو بدل خدمات للعائلة 3 دنانير هي 24. الآن نكتب النسب على شكل كسور ثم نجد معدل الوحدة لكل سبع. معدل الوحدة رح يكون عدد الأفراد على المبلغ، فإذا كان عدد الأفراد طبعا عدد المبلغ على عدد الأفراد 10 على 1 17 على 2 و 8 و 24 على 3 و 31 على 4. إذا نلاحظ هنا اختلاف في معدلات الوحدة، فمعدلات الوحدة غير متساوية، لذا فإن العلاقة بين المبلغ وعدد أفراد العائلة لا تمثل علاقة تناسب. الآن ننتقل إلى أتحقق من فهمي، موجود صفحة 20. يتقاضى عامل عن كل ساعة عمل 5 دنانير إضافة إلى 4 دنانير بدل وجبة الطعام. هل العلاقة بين ما يتقاضاه العامل وعدد ساعات عمله علاقة تناسب؟ أبرر إجابتي. أول شيء راح أنشئ جدول بحيث تبين لي العلاقة بين عدد ساعات العمل والمبلغ. فإذا إحنا نحكي عن كل ساعة 5 دنانير إضافة إلى 4، أول ساعة لو هو عمل بساعة واحدة فراح يأخذ 5 دنانير وأربعة 9. طيب الآن لو صاروا ساعتين راح يأخذ عليهم 10 دنانير لأنه 2 في 5 10 دنانير مضافة إليها 4 14 دينار. طب 3 في 5 15 زائد 4 19، 4 في 5 20 زائد 4 24، وهكذا. الآن سوف نجد معدل الوحدة وهو المبلغ على عدد ساعات العمل. 9 على 1 9، 14 على 2 7. نلاحظ مباشرة بأول معدل وحدة لأول نسبتين في اختلاف، إذا لا توجد بينهم على التناسب. الآن مثال من الحياة بيحكي لي المثال، والفكرة منه أنه يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة بين كميتين علاقة تناسب بتمثيلها في المستوى الإحداثي. فتكون العلاقة علاقة تناسب إذا كان تمثيلها البياني مستقيما يمر في نقطة الأصل. نقطة الأصل هي الزوجة المركب 0 و 0. فالمثال بيحكي يصب صنبور في خزان ماء بمعدل 6 لتر كل دقيقة. هل تمثل العلاقة بين عدد الدقائق وكمية الماء المضافة إلى الخزان علاقة تناسب؟ أول خطوة راح إحنا ننشئ جدول. هذا الجدول بيربط بين الزمن وكمية الماء. الآن كل دقيقة، أول دقيقة هو راح يصب 6 لتر، ثاني دقيقة 12، ثالث دقيقة 18، رابع دقيقة 24، تمام؟ الآن طبعا أنا كل مرة بزيد 6، كل مرة بزيد 6. الآن ما رح نوجد معدل الوحدة، إحنا رح نقوم بإنشاء أزواج مرتبة، كتابة العلاقة بين الزمن وكمية الماء على شكل أزواج مرتبة، يعني 1 و6 2 و12 3 و18، ثم تمثيلها في المستوى الديكارتي. الآن 1 من الإكس مع 6 من الواي، 2 مع 12 3 مع 18، 4 مع 24، و5 مع 30. الآن آخر خطوة وصل بينهم طبعا بخط، هاي الخطوة. نلاحظ إنه هذا الخط حكينا إحنا هو قابل إنه أنا أمده إلى الأعلى أو إلى الأسفل طبعاً. فأنا لما مديته لاحظ إنه هو مر في نقطة الأصل، إذا توجد علاقة تناسب بين هذه النسب. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم. يا سلام.
يعطيكم العافية.